السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهنة التفصيل وإصلاح الأحذية مهنة قديمة لها تاريخ. طبعاً. وبالذات المحل بتاعكم في المنصورة له تاريخ كبير. طبعاً. ربنا يعز حضرتك. فالوقت بعد إذنك تدينا فكرة يعني فكرة خفيفة كده عن يعني شوية دردشة عن تاريخ المهنة، المهنة دخل عليها دخلاء. خش يا مصطفى تعالى. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني انا اتذكر انتم محلكم تحديدا محل له تاريخ في المنصورة. ايوه. فيعني عايزين نعمل لقاء مع حضرتك وندردش معاك شوية. ايوه يا فندم اتفضل. يعني طبعا تصليح الأحذية ده طبعا من قديم الأزل. طيب. خدت بالك؟ وطبعا مفيش واحد بيستغنى عنه. طيب. ليه؟ لأن يعني شعب الدقهلية أو شعب المنصورة عامة يعني. لا بص يا فندم، يعني ممكن يكون حذاء ب 600 جنيه وناقص حاجة صغيرة. اه.